بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثامن للخيل لهذا الموسم، والذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كأسي المرحوم عبد الله أحمد ناس وكؤوس ناس المؤسسة ومدينة الخليج للتنظيف، وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسسة بلودان للبيطرة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق، وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام عبد الله سامي ناس بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، ثم قدم البروفيسور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز سمير داود، فيما قدم السيد ستيفن ويليامز مدير عام شركة مدينة الخليج للتنظيف كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز هشام الحداد، ثم قدم السيد فوزي عبد الله ناس عضو مجلس إدارة شركة ناس المجموعة وناس المؤسسة كأس الشوط السادس إلى السيد حمد بن إبراهيم الرميحي مساعد رئيس ديوان سمو ولي العهد، وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد شام شنكر مدير عام مؤسسة بلودان كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز خالد الخاطري.